أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المغرب الحاضر. الرباط كياف 22 سبتمبر 2022. المغرب يساعد طلابه دراسة رغم حرب أوكرانيا. المغرب يهتم بالطلاب من الداخل وبالطبع أيضا من يدرسون في الخارج. أعلنت وزارة التعليم العالي المغربية مجموعة من التدابير لمساعدة الطالب المغربي الأوكراني على مواصلة دراسته، وتشمل الدورات التقنية الزراعية، التدريب والطب البيطري. ومن بين المواضيع المهمة أيضا السماح لمن أمضوا عدة سنوات في التعامل مع القضايا الأكاديمية الصعبة والتخلي عن كسب المال في العمل عادي خلال هذه الفترة بإكمال دراستهم، وإلا كان كل شيء ذهب سدى. ولهذا السبب أبلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الزراعة والمصائد الأسماك والصيد الأسماك والتنمية الريفية والمياه والغابات ما يلي: يوم السبت 24 يوليو 2022 سيجري اختبار تحريري وشفوي للعائدين من أوكرانيا، وسيساعد ذلك على تحديد مستوى الذي يمكن عنده مواصلة الدراسة في المغرب. أما أولئك الطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في أوكرانيا كالطلاب الذين يدرسون من بعد، فقد سيساعدون في الوصول إلى المؤسسات التعليم العالي المغربية لاكتساب الخبرة العلمية والكافية والدعم التعلم الشخصي. وقد درس 7200 مغربي في أوكرانيا قبل الحرب، وهناك الجزء من هرب إلى الدول الأوروبية الأخرى، وجزء آخر رجع إلى المغرب، وجزء ثالث ما زال في أوكرانيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.